بتمنى من كل قلبي انه ربنا يتمم نعمته بالشفاء للزميله العزيزه بسمه وهب. بسمه من يومين كانت داخله عمليه خطيره جدا، والحمد لله بعد العمليه هي ظهرت وسجلت فيديو بتطمن الناس عليها. بسمه وهب تحملت الحقيقه من الالم خلال السنوات اللي فاتت ما لا يطيق بشر يعني، وهي على المستوى الإنساني وعلى المستوى المهني إنسانة راقية جدا ومتحضرة جدا ومؤمنة جدا بما تفعله. أنا هوري لحضراتكم الفيديو اللي هي عملته بعد العملية، وبطلب من حضراتكم جميعا إنكم تدعوا لها بالشفاء إن شاء الله. هتشوفوا بسمة وهبي، وأنا بتمنى إنه ربنا إن شاء الله يشفيها يا رب ويرجعها لبيتها ولأسرتها سالمة، وادعوا لها. وبعد الفاصل هنلتقي بضيفنا الكبير في حوار أعتقد أنه سيكون مختلف ويفتح مجالات للنقاش عن الحياة السياسية والمجال العام في مصر الآن. محمد، أنا قلت أطمنكم عليا، بس أول حاجة عملتها إني سجدت سجدة شكر لله وحمدت ربنا انه رجعني بالسلامه وقومني بالسلامه. يا رب الطف بينا دايما يا رب يا رب. اللهم انزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتالم ولا يعلم بضعفه الا انت سبحانك. يا رب يا كريم يا رب يا كريم.